بشكل حثيث يجتهد محمد لتجميع أكبر قدر من سعف النخيل تمهيدا لنقله إلى مصنع بيبربال الفلسطيني لتجهيزه وتحويله لورق مناديل. تجميع يعد الخطوة الأولى في عملية تحويل مخلفات النخيل إلى ورق اعتمادا على طريقة مستجدة لاستخلاص السليلوز. الفكرة نبعت من توفر أشجار النخيل بكثرة في مدينة أريحة، إذ يتجاوز عددها 300,000 نخلة. توصلنا عملية بحثنا ودراستنا أنه نستنتج السليلوز بنسبة عالية جدا منها، وهي نسبتها 76%، وقدرنا نصنع خطوط إنتاج خاصة تستخلص هذا السليلوز وتطوع هاي المادة القاسية جدا والجافة اللي تكون قابلة لأي نوع من الصناعات الورقية. في المصنع وبعد عملية طحن سعف النخيل تمر عملية تصنيع الورق ب19 مرحلة، يتم فيها استخدام جهاز طرد مركزي تحت درجة حرارة عالية تساهم في تجهيز عجينة الورق تمهيدا لإنتاج أصناف الورق المختلفة. يستوعب هذا المصنع 2000 طن من سعف النخيل سنويا، ويستطيع إنتاج 2600 طن سنويا من الورق، الأمر الذي وفر حلا لمشكلة بيئية مع أقدام أصحاب مزارع النخيل على حرق مخلفاته التي تنتج عن 4 عمليات تقليم سنوي لهذه الشجرة. لأنه من ورق النخيل مش ورق ريسايكل، في له مراحل طويلة تمنه في التبييض وفي التنظيف وإزالة الشوائب، الغبار أو أي مثلا الألوان الأصباغ اللي بتكون هي الطبيعية من الأشجار تمن الحول والأبيض، طبعا نتغلب فيه شوي صغيرة لأننا ما بنضيف عليه ولا أي مواد كيماوية. مصنع إلى جانب تخصصه في إنتاج الورق من سعف النخيل يعمل على جمع المخلفات الورقية وإعادة تدويرها. من مجرد مخلفات زراعية كان مصيرها الحرق والتسبب بالتلوث إلى منتج يخدم الفلسطينيين، يحقق هذا المصنع نجاحا كبيرا في الحفاظ على البيئة. فكرة استثمارية استغلت 100 أطنان من سعف النخيل الجاف. إبراهيم خلف، TRT عربي، الضفة الغربية المحتلة.